يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول إن سؤال الناس عن عقائدهم هو من خصائص الخوارج، فهل ما قاله صحيح؟ الأصل في المسلم الصحة إن شاء الله والاعتقاد السليم، هذا الأصل في المسلم. أما الإنسان اللي ما هو من بلاد المسلمين ولا تدري عنه هذا تسأله، أما إنسان مع المسلمين في بلاد المسلمين فالأصل فيه السلامة وسلامة العقيدة ما لم تعلم عليه انحرافا. نعم.